ونرجع تاني بعد الفاصل. الحقيقة يوم السبت بيبقى يوم مهم جدا ومميز جدا، لأن احنا بيكون معادنا فيه مع المعلومات عن الصحة النفسية اللي بتساعدنا في حياتنا، وربما بتشاور لنا على حاجات ممكن نكون مش واخدين بالنا منها تبقى فيها مشكلة ما نكونش عارفينها. طبعا الدكتور مصطفى النحاس أخصائي الطب النفسي هو دايما بيكون معانا اليوم ده علشان يحكي لنا حكايات مهمة، لكن النهاردة هنتكلم تحديدا عن الصوت اللي بنسمعه جوانا، ممكن يكون صح ممكن يكون فيه مشكلة، ولا ايه يا دكتور؟ الوسواس القهري. الوسواس القهري صحيح. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. منورك. ايه زي الفل والله، منورنا وحشني جدا. ربنا يخليكم انت كمان والله. طيب دكتور، يعني يمكن النهارده موضوعنا مهم جدا، واكيد طبعا يهم بعض الناس ان كلامنا عن الوسواس القهري، وممكن بعض الناس عندها النوع ده من الوسواس يعني وهي مش عارفه، وفي البعض عارف. امتى هنا اعرف ان انا عندي وسواس قهري؟ لما انضف كتير واغسل ايديا كتير والكلام ده، ولا الموضوع مختلف تماما؟ حلو جدا. هو في فرق ما بين حاجتين، ما بين مرض وسواس قهري وما بين الشخصيه الوسواسيه. تمام. مريض الوسواس القهري هو عنده مرض، عنده مشكله مرضيه هو رافضها ومتضايق منها، بيغسل ايده كتير، بيتوضى كتير، بيكرر الحاجه كتير، عنده مشكله مع فكره قهريه، وكمان شويه نشرح تفاصيلها. تمام. ولكن الشخص اللي عنده اضطراب الشخصيه الوسواسيه هو شخص مش متضايق من المشكله اللي عنده، هو بيضايق اللي حواليه، هو مقتنع تماما ان هو صح واللي بيعمله ده انسب حاجه، وواجب على الجميع اتباع افكاره ان انا اصح حاجه، انا ما بغلطش ابدا. الشخصيه الوسواسيه فده اضطراب شخصيه مرهق جدا ومش مرضي، هو مش شايف ان عنده مرض، هو شايف ان انا تمام وعايش تمام، بس متعب جدا لكل اللي حواليه، فمحتاجين نفرق ما بين الاثنين. فالشخص اللي هو عنده اضطراب الشخصيه الوسواسيه هو الاكثر يعني ارهاقا للمحيطين وبالذات في العلاقات. اوكي، طيب ايه هو الوسواس القهري يا دكتور؟ علشان احنا ممكن النهارده حلقتنا مخصصه اكتر للوسواس القهري. جميل. واحنا بنسمعه كتير، وفي ناس كتير جدا بتبقى مش عارفه معناه. حلو جدا. الوسواس القهري بيتقسم لحاجتين، لفكره ملحه ولتصرف قهري، سلوك قهري. اوكي. فكره ملحه يعني ايه؟ يعني فكره بتقولي مثلا انا ما قفلتش الباب كويس، فانا عايز ارجع اشيك على الباب. الفكره دي بتتكرر معايا مره واتنين وانا عارف ومتاكد انها غلط. انا عارف يعني انا قفلت الباب. انا متاكد اني قفلت الباب وعارف كويس جدا، بس غصب عني الفكره جوه دماغي بتزن عليا، روح اتاكد. أوكي. روح شيك على الباب. اغسل ايدك كمان مره، ايدك مش نظيفه. تمام. فافضل قدام الحوض بالساعتين، يعني في ناس بتوصل معاهم ان هو يكرر السلوك لمده ساعه وساعتين عشان بس يخرج من الحمام، مجرد انه بيغسل ايده بس. أوكي. فالموضوع بيكون صعب جدا. اكتر حاجات بيجي فيها النظافه والحاجات الدينيه، الصلاة. طبعا الحاجات الجنسيه والصلاه. دايما يقول لك انا ناسي ركعه، انا فيزود من عنده، يزود في الوضوء، يزود في الركعات، يعيد الفتحه كذا مره، كذا نيه الصلاه، يقف عند نيه الصلاه لفترات طويله عشان ياخد نيه الصلاه، في لحد ما يوصل يقولها بالصوت عشان يسمع نفسه. فقصدي فيها سلوك متكرر. فاكتر حاجه فيها السلوك القهري، مش بقدر اسيطر. متعب المرض ده يا دكتور؟ متعب جدا، مرهق جدا للشخص. طبعا صاحب المرض بيكون بيعاني وعنده مشكله، حاسس ان هو تعبان يعني. الدكتور، الصوت بقى اللي جوه ده مرتبط ارتباط اساسي بالوسواس القهري، وامتى اقول عليه دخل في اطار مرضي؟ حلو جدا. هو الصوت اللي جوه احنا كلنا بننشا كده على السوبر ايجو، على الانا الاعلى، اللي هي الصوت الضمير اللي عندنا. صوت الضمير اللي عندنا ده اللي بيقول لنا ان الحاجات صح وغلط، حلال وحرام. الحاجات اللي بنتعلمها ان ده العرف والالف وهكذا، بيتخزن كل ده في ذاكرتنا، فبالتالي عندنا مفهوم القيم. ان انا عايز امشي على القيم دي عشان دي الصح. تمام. فالصوت ده عندنا كلنا، بس لما بيزيد عن حد، يعني صوت جلاد يعني بيجلدني، بقى هار سوبر ايجو، بيوصلني لوسواس قهري. بيوصلني الموضوع بقى مرضي مش بقدر اسيطر عليه. ازاي؟ ماشي يعني. برضه يا دكتور هنا يعني في حاجات انا عايز اعرفها بالنسبه للي عنده وسواس قهري، يعني امتى يبقى متعب اللي حواليه؟ لما يعمل ايه؟ المريض قصدك؟ ما هو المشكله ان المريض لما بيكرر السلوك اكتر من مره، يوصل معاه مواضيع لفترات طويله، بيكون ده متعب للي حواليه. يعني تخيل مثلا حد بينظف البيت 4 ساعات كل يوم. كل يوم بيعمل ده. اي حد داخل من البيت، يعني مثلا بتلاقي زوجه عندها وسواس قهري، جوزها من هو على الباب بره لازم يقلع كل هدومه ويلبس مش عارف ايه ويخش يستحمى الاول كل يوم حتى لو الدنيا تلج. يعني هو عايز الناس كلها في طريقه هو. ما هو مضطر، لان هو مش قادر يسيطر على الفكره. يعني هو مش عارف يتعامل مع الفكره، فبالتالي بيحاول يعمل ده زياده. طيب في سؤال دلوقتي اكيد مش انا بس اللي بساله، اكيد في ناس كتير جدا قدام تلفزيون، يا نهار ابيض هو انا عندي وسواس قهري؟ طيب انا دلوقتي عندي قلق وشك وتفكير طول اليوم، هل ده مؤشر ان انا ممكن تجيلي اصابه بالوسواس القهري بعد شويه ولا لا؟ مؤشر مش شرط خالص، بس وارد يجيلي. طبعا وارد يجيلي اي حد. أوكي. فينا معرض ان يجيله ده، وخصوصا اللي عنده استعداد لده.
استعداد جيني، استعداد جيني واستعداد سلوكي. اوكي. يعني احنا لما بنبالغ في الحدود بتاعتنا وبنبالغ في القيم ان لازم كل حاجه تبقى صح جدا، ولا اقبل الاخطاء وارفض اي غلطه وبلوم نفسي بشده وبجلد نفسي على كل غلطه، معرض جدا ان انا اجي وسواس قهري. فانا محتاج اراجع ده دايما. حضرتك قلت الشخصيه الوسواسيه وعندنا المرض نفسه، مين فيهم بيؤدي لايه بعد كده بعد فتره يعني؟ هو المشكله في الوسواس القهري ان هو مرض متفاقم، يعني بيسبب الم للشخص والموضوع بيزيد. يعني هو لو استجاب لنفسه الافكار بتزيد ومقاومته للفكره، يعني بيقعد الناس تقول له ايه بطل اللي بتعمله ده، اللي انت بتعمله ده غلط، فيقعد يقاوم الفكره فالموضوع يتفاقم اكتر. هو محتاج يقبل ان ده صوت المرض، ده حاجه بعيده عنه. الراجل اللي عنده شخصيه وسواسيه مشكلته ان الموضوع برضه بيتفاقم وبيأذي اللي حواليه، زي اشهر حاجه الاكتناز المرضي الهوردنج، هو بيجمع الحاجات. عندنا دايما اوضه الكراكيب، بنجمع الحاجات اللي هي ملهاش لازمه. يعني ده مؤشر مستخصر. يعني ده مؤشر مثلا، ده احد السمات المهمه في الشخصيه الوسواسيه. انه يخاف يرمي حاجه، تلاقي شنطته فيها حاجات كتير جدا ما بيستخدمهاش. بينزل اي مشوار معاه شنطه اكبر من حجم المشوار اللي هو رايحه او السفريه اللي هو رايحه، لو احتاج احتمال احتاج الحاجه الفلانيه في الوقت الفلاني، فيبقى عنده اكتناز لحاجات ما يرميهاش سنوات. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبان، فده بيأذي جدا اللي حواليه. طبعا فكره ان هو لا يعترف بخطأه ابدا غير لنفسه، طبعا بيقعد يلوم في نفسه جدا، بس الغير انا اكيد صح عشان انا بقول الصح، فلازم كلنا نمشي على تراك واحد. فبالتالي بيحط عبء على المحيطين. صح. يبقى عنده ادمان عمل، ان طول الوقت حياتنا للشغل، فلازم نشتغل طول الوقت، لازم نلبي القيم طول الوقت. فهو شخص مرهق جدا اللي حواليه. طب دكتور، هنا امتى بقى يبقى يعني الوسواس القهري مضر لصاحبه او يأذيه؟ يأذيه لما الافعال بتخرج عن السيطره، لما مش قادر يسيطر. يعني في الاول هو بيبقى عنده فكره ملحه بس ساعات بيعرف يسيطر عليها، في وقت من الاوقات بيفقد السيطره دي. اول ما بيفقد السيطره بيكون الموضوع صعب جدا على الشخص. صعب يعني هو مؤذي اللي حواليه او المحيطين بيه دايما. الوسواس القهري مش المرض، مش الشخصيه اللي عندها اضطراب. اضطراب بالظبط. دايما هو يعني اللي حواليه بيعانوا منه. صحيح. امتى بقى هنا ممكن يعني يضر نفسه؟ هل هنا ممكن يوصل لمرحله مثلا الخيالات مثلا، فيتوهم شيء معين فيأذي نفسه، يعني يعمل شيء مش خارج مش السيطره بالشكل ده؟ الحقيقه نظافه الايد دي اعتقد يعني مرات متكرره ده بيخليه بيجيله امراض اكيد يعني. طبعا ما هو طبعا المشكله بتجيله امراض وبتاثر على شهيته في الاكل وبتاثر على قدرته في يومه وعلى تركيزه وذاكرته طبعا. ولكن بتتكلم على انه يتحول لشكل ذهاني، يعني شكل مرضي، لا طبعا هو ابعد ما يكون عن ده. علشان من احد مخاوف الشخص اللي عنده وسواس قهري الكتيره جدا، انا هفقد السيطره، انا هفقد عقلي، انا هكون راجل مش عاقل. او بيخاف على نفسه، بيخاف على نفسه جدا زياده لدرجه ان هو بيبقى عنده الفكره دي، انا ممكن اذي حد من ولادي، انا ممكن اعمل كذا، أنا ممكن يحصل لي حاجه. لا، هو مش هيحصل لك حاجه لانك واعي، انت شخص عندك مرض عصابي مش مرض ذهاني، فدي حاجه ودي حاجه تانية خالص. طيب في سؤال مهم هنا بقى، هل التخيلات دي سببها المرض ولا المرض هو اللي يعني فهمني، يعني التخيلات هي اللي بتسبب المرض ده ولا المرض هو اللي بيجيب التخيلات؟ لا، المرض هو اللي بيسبب، كنت بحاول افهم. المرض هو اللي بيؤدي التخيلات دي بتيجي منين يعني؟ التخيلات دي بتيجي من المرض. لا، ما بيجيش من المرض، هو سبب فيها بالظبط. يعني المرض بيجيب تخيلات، بيجيب احلام يقظه زياده شويه، بيعيش الشخص في احلام وصور ذهنيه غير الحقيقيه لفترات طويله. يعني بتلاقيه عايش في دنيا الخيال اكتر من دنيا الواقع كتير. طب ايه هي الفئات اللي بتبقى اكتر فيها المرض منتشر؟ والشخصيات يعني الفئات العمريه وانواع الشخصيات، يعني الشخصيه يعني اكيد في ظروف مختلفه من الشخصيات الحقيقيه طبعا. هو لو بنتكلم على السن، هو الجزء الوسواسي بيبدا من الطفوله، يعني الطفل الصغير بيكون عنده سمات وسواسيه عند كل الاطفال. يعني بتلاقي الطفل مثلا متعلق بلعبه معينه معاه طول الوقت، لو خدوها منه ولا سافروا من غيرها تبقى كارثه. مش ممكن ينام ومش ممكن حاجه عشان هو عنده يعني سمات وسواسيه. بس لما بنكبر شويه وبننضج خلاص بتبتدي تهدى. الا اذا كانوا الاهل عندهم عقاب شديد او عندهم يعني محاولات طول الوقت للسيطره المستمره، الاهل بيضغطوا عليه، فلما يوصل لسن المراهقه بيبقى عنده الوسواس القهري بيبتدي يظهر. يعني الاهل ممكن يكونوا سبب في ان ابنهم هيجي له بعدين. يعني انا اسف اقول ده، بس هم السبب الاكبر لده، يعني بالذات الوسواس القهري، وخصوصا فتره الطفوله. فتره ما بنعلمه مثلا، فتره ده هو لو ما ذاكرتش هيحصل لك كذا، لو ما صليتش. ان هو بياكل، ان هم بيفطموه ازاي، ان هم بيعلموه يدخل التواليت ازاي، لما بيعذبوه في ده القسوه، يعني القسوه الشديده بتطلع منه طبعا مريض وسواس قهري. يعني فكره ان انا ما ينفعش اغلط، لاني لو غلطت هتعاقب عقاب عنيف. فده بيخليه مريض وسواس قهري تلقائي طبعا. يعني الاطفال هي الاساس طبعا، الاقرب للشخصيات. لا، مش الاطفال، الاهالي بقى.
الاهالي هي اللي بتتاثر. انا بتكلم في المرحله العمريه. العمريه الاطفال هي بتتاثر طبعا. طبعا وطبعا الوسواس القهري والشخصيه الوسواسيه يعني في الرجاله ضعف عدد الستات، يعني بيبان في الرجاله اكتر كتير من السيدات. ليه بقى؟ علشان طبيعه الرجل. شكرا يا دكتور. علشان انا لوحدي، وانا عارفه ان احمد فاروق هيجي له وقت في الحلقه كده قبل ما يقول لك يا دكتور هو ده بيجي للرجاله. انا عارف، فانا مستنيه. ماشي يا رحمه. يعني ربنا يبعده عننا. احنا زمن كبرنا مع بعض. لا لا، ربنا يبعد عننا وعن كل الرجاله طبعا، وعن كل الستات، وعن كل الناس الوسواس القهري او اي اضطرابات نفسيه. دي حاجه مش هينه وحاجه مش سهله طبعا. اتفضل يا دكتور. انا قصدي طبيعه الشخصيه عموما عند الراجل، عشان الراجل ديسيسيف اكتر، راجل توكيدي اكتر، بياخد قرارات اكتر شويه، تنفيذي اكتر شويه، وده مرتبط بالسمات الشخصيه اللي وارد ان يجي لها الشكل ده من المرض والشكل ده من الاضطراب. طب هل بقى ليه علاج؟ طبعا ليه علاج. ولا خلاص هو بقى طبع فيا ومش عارف اغيره؟ للشخص المريض طبعا له علاج، بس بالنسبه للمريض الوسواس القهري رقم واحد في العلاج العلاج الدوائي. يعني لو عند حضرتك مشكله متفاقمه لدرجه مش عارف تسيطر عليها، من فضلك الجا للعلاج، مش يعني ما تخافش من الدواء. طبعا العلاج السلوكي مهم جدا، لكن نبدا بالدواء. من غير الدواء هيبقى الموضوع في غايه الصعوبه. تمام. والكورس قد ايه مثلا؟ او بيحتاج من 9 شهور لسنه علاج دوائي مستمر علشان نبتدي نشتغل. يعني احنا خلال السنه دي بناخد علاج دوائي ونشتغل جلسات تعديل سلوك، نبتدي يتعلم بيها مهارات ازاي يتعامل مع الفكره. يعني اهم طريقه نبتدي نعلمها له انك تفصل ما بينك وبين الفكره. الفكره دي تمثل المرض لا تمثلك انت. وانت عارف انها مش فكرتك، فابتدي افصل نفسك عنها. تمام. لو حاول يعمل ده من غير دواء الموضوع بيزيد، بيبقى مش عارف يسيطر، فبيحس بالاحباط. عشان كده العلاج الدوائي بالنسبه له مهم. طيب قبل بقى ما نتجه لطبيب متخصص، امتى ابني او صاحبتي او اي حد حواليا لازم يروح لطبيب متخصص؟ يعني امتى خلاص انت عندك وسواس قهري واحنا عارفين من سنين، بس دلوقتي انت لازم تروح متخصص، امتى بقى؟ لما ابتدي اشوف عليه سلوكيات مش مقبوله، يعني حاجات بالنسبه لي تخضني. زي مثلا هو كل الحاجات بيراجعها اكتر من مره، بياخد وقت طويل جدا، بيستغرق وقت طويل في كل حاجه. نيجي نازلين فهو اكتر واحد بيتاخر عشان بيعمل اي حضر اي حاجه. بيحضر هدومه، بيحضر نفسه، اي حاجه، فبياخد وقت طويل في الحاجات. بتحضر او بتحضر هدومها او بتحضر هدومها بالظبط. يعني هو او هي، يعني اي شخص ايا كان في النوعين، فمحتاج ان هو لو على فكره يا دكتور والله عايز اقول لك على حاجه، انا باجي بدري اكتر من فاروق، يعني قبل فاروق الشغل وبجهز قبله. بس يعني مفيش الكلام ده، دي بس معلومه كده. معلومه بس لاصدقاء انبوكس ولحضرتك يا دكتور. دي نبذه على الطاير كده كده عن فاروق بسيط. ان الشخص يبتدي يظهر عليه سلوكيات مش عارفين نسيطر عليها، دي من ضمن الحاجات. ان احنا نلاقيه عايش في فكره معينه وكل حياته بتلف حواليها. يعني مثلا فكره الصلاه، فبيسال فيها تفاصيل تفاصيل التفاصيل، بيسال تفاصيل كثيره جدا، ما بيخرجش بره الموضوع. هو الطبيعي انك تصلي، بس مش طبيعي ان كل حياتك بس تبقى عن الصلاه. وبتدور طول الوقت عن الفتاوى، طب لو حصل كذا، فهو عايش جوه الموضوع جدا. ايوه صح. طب لو حد عايز يكسر الدايره دي، في شرايح كتير في المجتمعات، في مجتمعاتنا العربيه عموما لسه ثقافه الطب النفسي لسه، يعني هنستنى عليهم شويه، ودينا بنوعي وبنقول كل حلقه. يكسر الدايره دي مع نفسه الاول ازاي؟ يكسر الدايره دي مع نفسه ان هو يبتدي واحده واحده كده، ما يسمعش لكل فكره بتجيله. يعني مش كل صوت بيجي في دماغي او كل فكره تلقائيه هي حاجه صحيحه. في افكار بتجيلنا منطقيه شكلها حلو بس معناها مش حقيقي. يعني مش كل فكره بتجيلي امشي وراها، ده رقم واحد. رقم اتنين، اتكلم عن اللي جواك باستمرار. يعني دور على دوائر ثقه تحكي معاهم، مع صحاب، مع اهل، مع ورقه وقلم، بس خرج اللي جواك باستمرار. طيب لو ما خرجناش يا دكتور؟ ما خرجناش ده بيوصلنا الكبت، فده بيخلي المشكله تتفاقم. يعني بيخلي شويه القلق والتوتر اللي عندي او الشك اللي عندي بيزيد، فانا محتاج اخرج اللي جوايا باستمرار. واستخدم ري اشورنس، اطمن نفسي بامور بسيطه. يعني ادور على معلومات علميه تبسط لي الدنيا، ما تصعبهاش عليا. يعني ما ادورش على اهل الخبره او اهل العلم اللي بيعقدوا الامور، لان الموضوع ابسط بكتير ما احنا بنعقده على نفسنا. لا، وساعات كمان العقل بيدي تصورات مش حقيقيه. طبعا دايما بيصعب لك الامور ويديلك صور مش حقيقيه تاذيك. صح. انا مش محتاج لكل ده. صح، مظبوط جدا. طيب دكتور، هنا امتى اعرف ان انا عندي حب امتلاك وعندي انانيه او عندي وسواس قهري؟ انت قصدك افرق ما بينهم؟ ما هو حب الامتلاك والانانيه قد يكون من شخصيه وسواسيه. اللي هو شخص يبتدي يفترض ان انا كل الحاجات لازم تبقى موجوده، ده احد الحاجات. يعني لو انا عندي وسواس قهري مش ببقى حابب ده،
يعني انا لو مريض وسواس قهري انا مش حابب ان انا امشي الناس على هوايا، مش حابب ان انا الناس تتبعني زي ما انا بقول، مش شايف طول الوقت ان انا صح، لا انا عندي احتماليه ان اكون غلط. تمام. بس الشخص اللي عنده اضطراب شخصيه وسواسيه الموضوع مرهق جدا، ان هو شايف ان انا صح. انا اكيد صح واللي انا بقوله هو الصح. فبالتالي في علاقات في كل صغيره وكبيره بيعمل مشكله. صعب جدا هو يفوض حد يعمل حاجه. ما بيديش حد غيره يعمل الحاجه دي، ما بيثقش غير في نفسه. بيثقش غير في نفسه، وده بيسبب دايما للطرف الثاني احباط. هو انت بتراجع ورايا ليه؟ ما انا عملت الحاجه خلاص. فهو بيحب يراجع كل حاجه ورا الناس، ما يقدرش يفوت حد غيره في تمام. طب دكتور، مريض الوسواس القهري بيبقى متقبل ان هو مريض، او لما الناس تصارحه وتقول له انت عندك وسواس قهري بيتقبل ده ولا لا؟ صعب جدا ان هو يتقبل، وصعب جدا ان هو يروح لدكتور. بيتقبل ده، بس فكره التشخيص بالنسبه له او ان هو يبقى عنده حاجه مرضيه بتبقى يعني فيها صعوبه بالغه. يعني دايما بيفكر طب انا من غير علاج هعمل ايه؟ انا همشي من غير علاج واجرب. طب انا هجرب اعالج نفسي من غير ما اروح للدكتور. أيوة. طب انا همشي علاج شهر واجرب نفسي. بيبقى دايما عنده المقاومه دي، يعني مش سهل ومش سلس ان هو يتعالج. وده اللي بيصعب الامور، ده اللي بيخلي الموضوع اصعب في العلاج. نرجع للاسباب. انا بحب دايما اعالج جذور الاسباب عشان نبقى كده تمام. الاهل يتعاملوا ازاي؟ يعني في بعض الطباع لدى الاطفال بتبقى هو بيشوف ان القسوه هي الحل الوحيد، فالحل يتعاملوا ازاي؟ يتعامل بشكل من التراحم والمرونه. يعني انا اللي بنقل لابني صوره ان الحياه ابيض واسود. لما بعلم ابني ان الحياه زيرو وان، غلطت فانت كده وقعت في الفخ اللي عمرك ما هتطلع منه، فانا كده وصمت الطفل ان هو هيفضل طول عمره موسوس. صح. انا بعلمه ان كلنا بشر، كلنا بنغلط على اختلاف مستوياتنا، بس الشطاره مش ان اغلط ولا لا، الشطاره انا عايز اصلح غلطتي ولا لا. يعني مش دوري لما اغلط ان انا اقعد اصالح كل الناس، بس دوري بس اني اعترف بخطئي. فانا عايز اعلم ابني مسؤوليته عن خطاه واعترافه بخطاه، بس انه يجي يقول انا اسف كفايه جدا. مش لازم اعذبه علشان يصلح غلطته. مش لازم اعاقبه عقاب عنيف او اقعد اقارنه بغيره، انت بتغلط كذا هو ما بيغلطش في كذا. فرعبه من الخطا. فانا عايز اسهل على ابني الاخطاء عشان كمان يبقى صريح معايا، ما يبقاش بيكذب عليا. ايه يا دكتور ممكن نتكلم مع الاطفال او ممكن نتعامل معاهم بالموضوع ده بالشكل ده؟ من وهو عنده سنه. من وانت بتعلمه، انت بتقول له هو صغير خالص وهو لسه مش هيستجيب، هتقول له المعلومه 20 مره وفي كل مره هيعند ويعمل اللي هو شايفه، مش عشان هو عايز يغلس عليا، عشان هو عايز يستكشف. صح. هو عايز يشوف الدنيا، فهو عايز يجرب بنفسه، فانا هقول المعلومه مره واثنين وثلاثه هيعمل برضه اللي في دماغه. طيب ده بالنسبه للاطفال. يعني اخيرا كده بقى بعض النصائح لينا كلنا بقى للكبار، يعني ممكن تقول لنا ايه؟ حلو كده. هنقول للناس حاجتين الحقيقه، للناس اللي بتتعامل مع شخص عنده وسواس قهري او عنده اضطراب شخصيه وسواسيه، من فضلك ما تاخدش الامور شخصيه. يعني هو لما بيعمل السلوك ده مش بيعمله عشان ياذيك او يضايقك، هو مش قادر يسيطر او هو مقتنع بفكره معينه، فمن فضلك انت تغافل عن بعض الاشياء. يعني اللامبالاه احيانا والتغافل احيانا علاج محترم جدا للتعامل مع الشخص اللي عنده وسواس قهري. مش لازم كل حاجه هنقف عندها. قبل ما تخش معاه في خناقه او في جدال فكر مع نفسك، هل احنا محتاجين للجدال ده اصلا ولا لا؟ ولا ينفع نتجنبه؟ الشخص اللي عنده وسواس قهري هو بيعاني، هو عنده مشكله، فانت مش محتاج تحط عليه عبء تقول له انت بتخرف واللي انت بتعمله ده مش مناسب. تبقى رحيم بيه كويس، خليك رحيم بيه وخليك في مكانه. لو انت في مكانه هتعمل اكتر من كده بكتير. بس مش هستجيب لكل فكره بيقولها لي. يعني الزوج او الزوجه اللي بينظف في البيت بالاربع والخمس ساعات اللي حواليه استجابوا لده وسكتوا، هنقاوم ده، والمقاومه احد طرق العلاج. بس مش هنقاوم افكاره ومشاعره، هنقاوم سلوكيات. يعني احنا نحط حدود في سلوكياتنا احنا، بس من غير ما نغلس عليه. ايوه صح. الله ينور دكتور، ربنا يكرمك يا دكتور بجد. نورتنا جدا طبعا كالعاده. طبعا دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي، وموضوع مهم طبعا في حياتنا ان احنا طبعا يعني نتفادى الحاجات اللي ممكن بنقع فيها غصب عننا. نغسل ايدينا كذا مره، مش عارف نطفي النور كذا مره، نقفل الباب مليون الف مره. يعني عدوا الكلام ده طبعا بالنسبه لبني ادم اللي هو الشكاك شويه. بالنسبه لبني ادم اللي ممكن عنده المرض، يعني حاول بقدر الامكان لو حسيت ان في حد انت بتثق فيه جدا وقال لك ان عندك مشكله، لو سمحت اعمل زي ما الدكتور قال لك كده، الجا لمتخصص، وان شاء الله ربنا يعني يعافي الجميع كلهم. شكرا جدا يا رب. وشكرا يا عمور. شكرا يا دكتور. شكرا يا جماعة. شكرا يا خلاص يا دكتور، نورتنا يا جماعه. خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم، بكره حلقه جديده من إنبوكس. سلام.